الذهب اللي احنا بنشوفه كده في كل ما يرتبط بالحضارة المصرية القديمة معناه الثروة والسلطة، وكان رمز لزينة أجسام الفراعنة وامتد ارتدائه للقدم. احنا كنا دايما بنشوف الفراعنة لابسين يمكن في ايديهم وفي رجليهم كمان أساور من ذهب ضخمة ملفتة جدا. دي كانت عادة غريبة شوية، عادة هنفهم تفسيرها دلوقتي من الدكتور أحمد عامر الخبير الأثري المتخصص في علم المصريات. أهلا بك يا دكتور. صباح الفل يا استاذ مصطفى على حضرتك وعلى الاستاذه بسنت. لما بنروح المتحف المصري في التحرير بنشوف الشبشب بتاع الملك توت، وكان مدون عليه اعدائه، وكان المصري القديم ده حقيقي جامد جدا. المصري كان جامد يعني. كاتب اعدائه على الجزمه وشبشب ذهب، وكان حاجه غريبه جدا انت بتلبس جزمه ذهب في وقت يعني العالم كله، ولا ده الصوابع يعني كل صباع ليه زي حاجه كده، ايه السر؟ ليه المصري القديم كان عنده العاده دي؟ يعني انا عايز اقول لحضرتك ان المصريين القدماء قدسوا حاجه اسمها اللون الذهبي، لان هذا اللون كان بيرمز الى لون الشمس، وانه كمان لونه ما بيتغيرش طبعا بمرور الوقت وبمرور الزمن زي ما بيقولوا يعني. ولكن احنا نشوف كمان ان الذهب كمان كان مرتبط بالطقوس الدينيه والجنائزيه، وانتبطت كمان صناعه الذهب عند المصريين القدماء بحاجه اسمها عقيده الخلود، وتم اكتشاف في مصر نحو 125 منجم بالصحراء الشرقيه ومنطقه البحر الاحمر والنوبه، وزي طبعا كان معروف بكلمه نبو، يعني دي اشهر كلمه للذهب. وزي ما حضرتك ذكرت دلوقتي قلت ان المصريين القدماء من اشهر الحاجات اللي تم العثور عليها نعل الملك توت عنخ امون اللي كان مدون عليه طبعا اسماء اعدائه. لكن واحنا بنتكلم ان المصريين القدماء كمان كان بيرتدوا الذهب في اقدامهم، ده كان تقليد شائع كان الغرض منه اتخاذ شكل الزينه وما يعرف حاليا باسم الخلخال، ولم يقتصر كمان صناعتها على الذهب بس، ولكن تنوعت لتشمل معادن اخرى مثل البرونز والنحاس، تجسيدا لثراء حضاره عريقه هامه جدا وابداعها في مختلف المجالات. وكان عندنا كمان حاجه اسمها تميمه حمايه من الحسد والمرض، طبعا دي اشهرها على الاطلاق تميمه عين حورس، الناس كلها بتحب تلبسها لحد هذه اللحظه، ودي من المتوارثات الهامه جدا اللي موجوده معانا. هذه التميمه نفسها تم تصميمها بشكل طبعا فريد، كانت بتاخد راس طائر يشبه حورس او حية الكبرى، دولت كانوا رمزين بارزين هامين جدا في الحضاره المصريه القديمه. ووقتها ان المصري القديم ظن ان هذه التميمه كانت تستخدم كرمز للحمايه، لان الذهب نفسه يمتلك خصائص سحريه تقوم بابعاد الارواح الشريره وتحمي الى يعني تحمي من الامراض وتحافظ على صحه القدمين. عشان كده دايما واحنا بنقول ان الغرض من التمام في مصر المصري القديم او عند الحضاره المصريه القديمه هذه التمام كانت تقوم يعني بحاجات تعويضيه، ده اول حاجه، يعني مثلا زي تمامه العين حورس، عند حاجه اسمها تمامه القدم، تمامه القلب اللي هي اشهر تمامه على الاطلاق في الحضاره المصريه القديمه اللي هي الايب كما يطلق عليها، وبالتالي كانت بتعوض المصري القديم عن حاجات هي مش موجوده عنه. ولكن واحنا بنتكلم حتى عن موضوع الذهب تحديدا هنلاقي ان كان في براعه ومهاره في اتقان هذه الصناعه حقيقة. ويرجع ذلك ان احنا كمان كنا من ثلاث ايام كان السيد الرئيس طبعا بيتكلم عن اهميه العامل في مصر القديمه عامه في المصريين حاليا، ولكن احنا كمان عندنا المصريين القدماء يمكن من اشهر العمال، كان عندنا الفنانين والنحاتين والرسامين. انا اصلا انا مش مصدقه الفن اللي انا شايفاه دلوقتي على الشاشه، لا مش يعني مصدقه الجمال اللي احنا لسه لغايه النهارده بنستخدم نفس الديزاينز في صنع اشهر واعلى البراندات العالميه بتستخدم الديزاينز اللي احنا شايفينها النهارده، الشبشب الشهير ده لسه لغايه النهارده بنعمل نفس الشكل بنفس بيسموها الصبه بكل حاجه. طيب خليني اسالك انه الذهب كان ليه علاقه بالسلطه وبايه كمان بالثروه؟ يعني هو الذهب هل النحاس، خليني اسالك، هل المعادن الثانيه اللي كانوا بيستخدموها القدماء المصريين كان ليها نفس المعنى عندهم، ولا الذهب هو اللي كان سائد بشكل كبير وكان معناه السلطه والقوه والملوك هم اللي كانوا بيلبسوه؟ احكي لي عن الموضوع ده اكتر. يعني من الناحيه الاثريه طبعا هو الذهب بالنسبه لنا يمكن اهم حاجه، وبعد كده الفضه، يعني ما النحاس ده كان لحاجات معينه، لكن الذهب والفضه يمكن اهم حاجه في الحضاره المصريه القديمه، واللي دل على ذلك كمان المجموعه يعني المجموعه الذهبيه لاثار الملكه حتشبسوت حرس اللي هي والده الملك خوفو من الاسره الرابعه، والرأس الذهبيه اللي تم العثور عليها في مدينه نخل طبعا من الاسره السادسه، وكمان مجموعه اثار ملوك واميرات عصر الدوله الوسطى التي عثر عليها يعني العالم دي مورجان في اللاهون ودهشور طبعا،
وعندنا كمان زي ما قلت طبعا عندنا يعني لو حتى نتكلم حتى على الذهب، حضرتك بص على المقابر الملكيه اللي كان بيتم العثور فيها على الذهب، وبالذات الملكات بالتحديد. يعني عندنا مثلا الملكه زي ما قلت حضرتك في حرس، الملكه نيفرتاري ديت طبعا زوجة الملك رمسيس الثاني، ولذلك هتلاقي حتى المجموعه الذهبيه لتانيث اللي هي صان الحجر اللي موجوده في الشرقيه، دي من اشهر الاماكن اللي تم العثور عليها فيها على اقنعه ذهبيه ومومياوات، ديت يعني حاجه شهيره جدا. من سنه او سنتين تقريبا تم الاكتشاف حاجه اسمها الالسنه الذهبيه في المومياوات. هذه الالسنه كانت تقوم بدور تعويضي عن الشخص نفسه في العالم الاخر، ان هي تتكلم بالنيابه عنه وبتساعده على الاجابات اللي هي كانت بتبقى امام محكمه الموتى. فتلاقي الذهب دايما في كل حاجه موجود بنسبه كبيره جدا في الحضاره المصريه القديمه، بل كمان يعني اتخذ يعني شكل معين ان هو زي ما قلت بيبقى غرضه ديني بحت، معتقدات دينيه مش هتلاقيها الا في الحضاره. هو يحمي من كده صحيح. طيب السؤال الاخير يا دكتور، ويعني البعض هيعتبره عنصري، هل الحضارات الاخرى كان عندها ده؟ يعني هل اقدر اقول ان في الوقت اللي كان العالم فيه ما يعني معظم الدول اللي حواليه، مش معظم الدول، ما كانوش بيرتدوا في رجليهم حاجة، احنا الملك بتاعنا كان بيرتدي يعني شبشب من الذهب ومكتوب عليه اسماء اعدائه، هل في حد تاني عمل كده في الوقت بتاعنا ده؟ لا طبعا مش هتلاقي حد حضرتك عمل كده، ده اول حاجه. الحاجه الثانيه عشان تبقى الناس بس فاهمه الجزئيه دي بالتحديد، المصري القديم لما كان بيعمل هذا الامر كان بيدل على انه قادر يسيطر على يعني على الدوله داخليا وخارجيا، يعني بالذات خارجيا، لان كان رساله سياسيه، رساله معينه، لان حتى احنا شفنا حتى الملوك نفسهم كانوا بيمسكوا الاعداء ويقمعوهم ويحطوهم تحت اقدامهم، فانت متخيل ويرسموا الرسومات دي على الشبشب الذهب موجوده على جدران المعابد وعلى نعالهم الذهبيه. ودي طبعا ده يدل ان الحضاره المصريه القديمه يعني الناس ديت لسه جت بعدنا بالاف السنين. حتى لما مصر حتى احتلت او حصل بعض السقوط في فتره من الفترات، اللي احتلونا هم تاثروا بينا، ولا العكس، يعني كل من اتى على الحضاره المصريه القديمه صحيح. تاثر بها وليس هم اللي اثروا فينا. لذلك بنلاقي الكلام ده في الحضاره اليونانيه، حتى في المعابد اللي قام يعني انشائها اليونانيين في مصر فيما بعد، زي مثلا معبد قصر القارون، معبد جيبس، حاجات مثل هذه الامور في العصور المتاخره تاثروا ببناء المعابد المصريه. فلذلك كان هناك تقليد في كل شيء في الحضاره المصريه القديمه، حتى البرفيوم اللي بتصنعه في فرنسا ده اصلا تقليد للحضاره المصريه القديمه، مستوحى الافكار بالكامل من الحضاره المصريه. والميك اب وكل حاجه هم بداوها وابتدعوها من قديم الازل. كل الشكر ليك دكتور احمد عامر الخبير الأثري.